هاي، صباح الخير، كيفكن؟ عنا لسه شبك، شو بده؟ عورت أهله يشتري غراض من أمازون. عم يقول أمازون، ما بيعرف. بدك تنزل، بده ينزل ابنك أمازون. شو هاي أمازون؟ مو الحلوة. أمك قالت له إنه مهم تشتري أغراضك تبع الجيمنج. ماما قالت له بتشتري جيمنج سيت اب وما بعرف إيش من أمازون، فهاد بينزل البرنامج. الله يعينكم. على أي مبالغة بس راح تلاقوا بوكسات جاي على البيت. أنا نبهت. إيه يعني معروفة هاي، ما أعرف معروفة. شو سامو؟ شو حكيت هاي؟ شو؟ معروفة. قول معروفة. أيوة، يعني هلا شو عم تعمل؟ عم تنزل أمازون. حلو. سام نزل خذ راحتك، تعرف نزلك حساب بسام عشان لا ليه أنا شو دخلني؟ قاعد يطلب لي سيت اب وما بعرف شو. لا لا لا، هلا بزبط لك يا أنا. أوكي، مهم أنا صباح عندي. أوكي، هلا الساعة 12 إلا دقيقتين بس، بدبي الساعة 3. فلما اقول صباح الخير ما تقولوا شو هالمجنونه، لانه عندنا هون التوقيت بيختلف. فامبارح تحممت وماما سشورت لي شعري، بس السشوار يعني مش ولا بد بصراحه. المهم لسه عم نخطط شو بدنا نعمل اليوم. هلا رايحه افطر اول شيء. لك شو هاد؟ ليك شعري حلو سلكوا على شعري. رايحه افطر وبعدين حنروح نشوف وين من شو نعمل ونروح. يمكن اقضي نوم، ما بتعرفوا يعني، نشوف. جاهز؟ طبعا شوي وصلتني اكيد هديه بالعالم. شوف رح اورجيكم. اول شيء عندنا هاي البيجامه المكتوب عليها بيسان. شو بسموها هاي؟ القماشه ماما حرير ولا شو؟ ستان. سوري طويتها انا، بس انه يعني سلكوا على الموضوع. بيجامه للنوم مكتوب عليها بيسان، وهذا البنطلون. الله كتير كيوت. وين اسمي؟ وينه؟ هاي ما بتنحط بالخزانه، هاي بتنحط مو بالخزانة، يعني مع الأواعي الثانية. شوفوا بيسان. وكمان أوكي، أول شي شوفوا الربطة، أنا فتحتهم، بس أول شي شوفوا الربطة تبع هذا البوكس، مكتوب عليها محمود وبيسان. أوكي، في عنا هاي لصورة تحطوا فيها، أو شو بيحطوا فيها هاي؟ ما بعرف، بس مكتوب عليها تاريخ لما محمود إجي طلبني 8/12/2023. هون عنا الشوكولا، شوف التفاصيل. بيسان عند محمود 8/12/2023، كلهم مثلهم. وشوفوا هون بي اند ام، وهون كمان صورتنا. الله كيوت. وعندنا هذا المسط مكتوب عليه كمان بيسان. الله والله انه حلو حبيت. شو كمان؟ هي اكيد اذا حدا بده يهدي لحدا عنده مناسبه ولادي او عيد ميلادي، يس اي شيء ممكن يهدي هالهدايا. كتير كيوت. انا من الناس اللي بحب هيك شغلات. شوفوا كمان حتى الرباط تبع البوكس الكبير محمود وبيسان. واجاني هي تبعيت النوم، ما بعرف شو اسمها، هي اللي بتحطوها على عيونكم بتناموا، حلوه للطياره الي. بيسان كمان راح ضمها لهون. وعندنا هذا الكوب، شوفوا الكوب ما احلى. ليك وانا محمود، انا محمود في كل مكان هون، ومنسكره من هون. بسم الله. ايوه حبيت. وعندنا هدول الشريمونتين للكوب كمان. وعندنا قديه حلوه، بليز قولي قديه حلوه. بيسان عند محمود، شوفوا. طفي شوي سام. وعندنا هي تبعيت المفاتيح، شكالة المفاتيح، مو هيك سموها شكالة المفاتيح؟ ايوه هيك كمان انا ومحمود، شايفين؟ في وحدة كبيرة بس بالخيال. شوف هيك هلا فهمت. هيك ما احلاها، حبيت. شو كمان؟ وين كنت عم بحكي؟ شكالة المفاتيح حبيت.
هاي وصلتني من زمان هيك كانت، فهي هي على النمط يعني. هون انا كنت لحالي وهون انا وخشيبي. شوفوا كان هي عندي اياها من زمان. بس ليه عندكم هي؟ هي وصلت مع الاغراض، كرتونات، كراتين. اوكي هي عندهم، ما بعرف ليه مسكيها. وشوفوا البوكس الكبير مكتوب عليه بيسان اند محمود 8/12/2023. يعني انا اذا بدي اهدي شخص ما حاختار غير صفحة سيمبل بريزنتس. اكتبوا سيمبل بريزنتس على الانستغرام وبتطلع لكم. بتجنن الصفحة، كتير حلوة. بيقولوا فيك تصنع قدرك بس ما بتقدر تصنع حظك مليح، والله أعلم كيف قدرت تنفد هاليوم. شو برأيك بنقدر نقنعها تروح لعن طبيب نفسي؟ رح نقنعها طبعا، انت لا تقلقي أبدا. يعني ديرين مستحيل تكذب بالعلاج الفيزيائي، مظبوط؟